أول تغريدة يا شباب، هذه التغريدة للكاتب خالد السليمان، ويعني أخذت مساحة من الانتشار. يقول: مؤلم أن تقطع أشجار الغابات لتتحول إلى صفحات هذه الكتب، وكان حاط صورة كتابك. إيش تعلق؟ كذلك يعني من المؤلم أن شخص يدعي الثقافة وتغريدته تعد بالأخطاء الإملائية، فأنا أدعوه أنه يقرأ كتاب الإملاء ثم يغرد. وش الخطأ الإملائي اللي موجود؟ لتتحاول هو خطأ واحد. طيب، ومن حق خالد السليمان أيضا أنه يرد، وشكرا لتعليقك. نشوف التغريدة.